هاي، كيف كون؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الأسد. رح أحاول أحكي فيها عن المشاعر الحبيب نووي وإلى ما ستؤول علاقتكما. كذلك رح أتحدث عن مشاعرك أنت يا برج الأسد ونوويك. رح أعمله بطريقة المرايا. كذلك رح أتحدث عن العزاب، عزاب برج الأسد. رح نكشف ونحاول نكشف يعني عن قدوم شخص، إذا في. لهيك أنا بقول وبعيدة وبكررها إنه لازم تشوفوا الفيديو اللي بتحسوا فيه أكتر يناسبكم، يعني لأنه هذه القراءة أنا بعملها على البرج الشمسي والقمري والطالع. حاولوا تشوفوا الفيديو اللي حسيته يناسبكم أكتر، وهذا كل شيء. يعني لا تنسوا كذلك إنه تدعموني باللايك وبسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لا يصلكم كل جديد بحطه بالقناة. وشكرا لكم. يناير، عم شوف حاليا انت يا برج الاسد كأنه حاسس انه كأنه انولدت من جديد. انت يا برج الاسد حاسس بحب، يعني بقلبك شعلة نار وشعلة حب حاليا. كأنه انت بداية علاقة جديدة، او ممكن انت يا برج الاسد تجددت العهود بينك وبين الشريك. وعم شوفك حاليا عم تهتم للشريك وفي مشاعر كتير قوية نحوه. عم شوف كذلك حتى الشريك بهذه المرحلة يهتم كتير بالعلاقة، كتير متعلق بهذه العلاقة، في كتير مشاعر جيش جواته للشريك. بغار عليك هذا الإنسان، بحسك التوأم شعلة أو توأم الروح بالنسبة له. كمان أنت عم شوفك يا برج الأسد كأنه أنت عم تخفي مشاعر نحو هذا الإنسان، ممكن ما صارحته أبدا بهذه المشاعر. عم تعمل انه او بتبين لهذا الانسان انه انت قوي وانك مش على باله، مش على بالك انت يا برج الاسد، بس عم تفكر فيه بزيادة، عم تفكر فيه بزيادة. وعم شوفك بدك ايه، بدك تستقر مع هذا الشريك يا برج الاسد. حتى هو عم شوف في مشاعر غيرة بالنسبة، يعني ممكن انتو عم تغاروا على بعض. وعم شوف انه في اشياء مثل بتشاكروا بعض، يعني كل واحد بيعمل اشياء لي يعني ليحسس الاخر بالغيرة. هيك انا عم شوف بهذه القراءة. حتى هو بحبك بس بقلبه بالشعر، لانه انا عم شوف طاقة الحبيب وحتى طاقتك انت، يعني في مشاعر مخلوطة بين الحب وبين الشك والغيرة والتعلق. مو عارفين يعني تفصلوا بين هذا الشيئين، لانه هو بغار عليك بنسبة كبيرة، كذلك انت بتغار علي. عم شوف حتى في مناوشات او مشاجرات بينكم، انت كذلك يعني محسسه للحبيب على انه مش همك، بس جواتك في شعلة حب كتير قوية. عم شوف كذلك حتى الاشياء اللي ما بتحبها بهذا الشريك، ممكن هذا الانسان اوقات بيبتعد عنك، اوقات بيهملك، وانت ما بتحب هيك ابدا. انت شخص بتحب انه الانسان يعطيك اهتمام كلي، ما تكون فقط من محض الذكريات، انه تكون شيء وشخص يهتم فيك، يعني بتكون شخص يهتم فيك الشريك كتير.
حتى الأشياء اللي بتحبها فيها إنه ما بينساك أبدا، حتى لو حصل أشياء كتير بيناتكم ما عم ينساك، عم يضل يفكر فيك. لهيك أنت بتحبه، يعني علاقتكم بتحسوها إنه قدرية، بتحسوها إنه خلقتوا لبعض، لأنه عم شوف هون حتى هو عم يشوفك إنه أنت قدره، بالرغم من انه في مناوشات وفي غيرة طفيفة بيناتكم، بس عم حسكم انه بتحبوا بعض كتير، حتى انه انتم قادرين يعني تفصلوا الطاقة السلبية عن طاقة الحب، يعني اللي هي الشك والغيرة والتعلق، ما عارفين ابدا. عم شوفكم كذلك، او هو عم يشوفك على انه انت كتير كتير ناجح وكتير مشهور وكتير مرغوب، وكتير في بنات عم يتطلعوا فيك، وممكن رجال عم يتطلعوا فيها اذا للمرأة، وهذا بحسسه بالغيرة، هذا بحسس هذا كأنه سبب المشاكل بيناتكم، هذا هو سبب الغيرة بيناتكم. بس يا برج الأسد حاول أنه يعني تتواضع شوي، لأنه أنتو يعني بطبعكم هيك تجذبون الشخص الآخر، وهذا يعني يجعل الشريك يعني يغار بنسبة كبيرة. عم شوف كذلك حتى الأشياء اللي عم يشوفها كإيجابيات بالنسبة لإلك، بالنسبة لإلك إنه بيشوفك شخص ما بتنسى كل يعني بتقدر الأشياء البسيطة، ممكن إذا عمل شيء معك حلو ما بتنساه أبدا، تتذكره دائما، شخص وفي. بالرغم من انه في كتير اشياء حصلت بيناتكم، بس انت ما بتنسيه وما بتبتعدوا عن بعض. كذلك عم شوف نوايا، يعني نوايا الشريك او نيتك انت بالضبط، انه تحسنوا العلاقة، انه يكون في ثبات بالعلاقة، لانه انتم ما في ثبات بالعلاقة، وما في يعني في حب قوي بيناتكم، بس في نوع من الغيرة والشك والغيرة المرضية. كذلك عم شوف انه الحبيب او نية الحبيب، شوفوا هو متقلب حاليا، حاسس حاله متقلب جدا ومصدوم جدا، كأنه تعرض لشيء او قلت له انت شيء، عم يشوف انه كأنه تعرض لصدمة. ممكن هذا سبب الغيرة والشك، وهذه الأشياء عم يعني كأنه رح تنهي علاقتكم، أو رح تسبب ألم لعلاقتكم، لأنه علاقتكم عم شوفها فيها حب، بس ما عارفين تفصلوا بين الحب وبين الشك والغيرة. عم شوف كذلك الحبيب بده يكمل معك حياته، وبده تكون معه بالبيت، يعني تكونوا أسرة انت وياه، بس معرفين يعني معرفين ابدا حاليا، كانه في خصام خفيف، ما عم شوف في مشكله كبير بيناتكم، بس عم شوف كانه في غيره وفي شك. كذلك العلاقه او نهايه علاقه، والا ما ستقول علاقتكما، عم شوف انه حلو، يعني عم شوف في لمه، لانه في حب كبير بيناتكم، ممكن تكونوا أسرة، تتزوجوا، تعيشوا سعادة بيناتكم، حتى لمة جميلة بيناتكم، كأنه حلم ورح يتحقق، رح يكون استقرار أكيد، بس حاليا ما كأنه ما في استقرار بيناتكم، في زعل، كأنه زعلانين من بعض، لأنه ليش بنحب بعض وفي كل يعني الأشياء اللي أو المسببات لنكون سعيدين مع بعض، بس مش قادرين نلاقي حل بيناتنا. كمان عم شوف شغلة يا برج الأسد، أن الطاقات اللي عم تطلع عندي، عم يطلع عندي برج الأسد، برج الثور، برج الردي، عم شوف كذلك حتى برج الدلو، إيه يعني عندي هذه الطاقات. في كتير يعني أبراج نارية مع أبراج مائية وحتى هوائية.
حتى التراب يعني بيطلع بهذه القراءة. أما للناس اللي عزاب، عم شوفهم عم يراقبوا شخص من بعيد، كأنه معجبين بشخص وبدهم يعني بدهم يعني يكونوا معه، بس عم شوفهم عم يراقبوه من بعيد، يعني يتمنوا إنه يحكوا مع هذا الشريك. بس حاليا ما عم شوف أبدا في حكي. كأنه عم شوف إنه في امرأة تحول بيناتكم، كأنه امرأة ما يعني يعني متاركة لهذه العلاقة إنه تنجح، كأنه هي حاجز بينك وبينه، بين هذا الشريك أو هذا الشخص الذي معجبين فيه. ممكن يكون عندك مشاكل قضائية مع هذا الإنسان أو هذا الإنسان، بس وارد إنه تكون مرأة. بس أنا يعني بشهر يناير ما عم شوف في قدوم شخص، عم شوف في تفكير ومراقبة من ناحيتك أنت، بس ما عم شوف في رجعة ولا في قدوم شخص جديد. رح أحاول أحكي أو شوف الأوراق وشو بتعطيك أنت يا برج الأسد لشهر يناير. بس طلعت ورقتين. عم شوف انه بيقول لك ما في شيء جذاب اكتر ما تكون انت نفسك، انه كأنه انت بتكون جذاب اكتر او تجلب الشخص الاخر لإلك لما تكون انت على حقيقتك، مو بتمثل شخصية اخرى. كمان بيقول لك انه هذه الاشياء اللي عم تتعرض لمن من من يعني تحريض وحكم علي، الناس عم تحكم عليك وعم تحس بكتير أشياء سلبية، كلياتها هيدا رح تساعدك، يعني رح توصلك لمرحلة أنت رح تعرف قيمة الشخص وتعرف قيمة الشيء. يعني كأنه هذه المراحل السلبية اللي بتمر فيها رح تعطيك تجارب بالحياة ورح تعطيك خبرات بالحياة. كأنه لازم انتو، وهذه دعوة لإلكم يا برج الأسد، انه هذه الاشياء اللي عم تحسوا فيها من غيره، من مشاعر سلبيه بهذه العلاقه، رح تجعلكم تفكروا 100,000 مره عشان تلاقوا الحل يعني المناسب بيناتكم. لازم تمروا من هذه الاشياء المش حلوه عشان تصلوا الى الشيء المناسب. كذلك على انه دعوه انه ما تغير من شخصيتك، انت جذاب للشريك لما تكون انت نفسك. حتى للناس اللي عم شوفهم عزاب، ما تغير من شخصيتك، انت حلو هيك. لا ترضي احدا لانه انت يعني من يحبني يحبني هكذا. كمان عم شوف انه هذا الحب الجميل بقلبك يا برج الاسد هو الدافع او السبب اللي رح يحميك من كل شرور العالم. كمان عم شوف في استشفاء رح يحصل لإلك، وممكن يحصل لهذه العلاقة. انه انا مشوف انه هيدي الكارتين اللي طلعوا الجورديان والبليسينج، كمان عم شوفهم كأنه كأنه رح هذه العلاقة محمية من كل الشرور، حتى لو فيها غيرة، حتى لو فيها طاقة سلبية، لأنه فيها حب جميل. هذا الحب هو اللي رح يحمي هذه العلاقة. كمان عم شوف إنه لازم إنه تشيلوا كل الطاقة السلبية اللي بهذه العلاقة.
تشيلوا كل الأشياء اللي مو صحية أبدا. بقول لك you are extra sensitive to energy and emotion right now. Honor yourself and your feeling. اوكي، بقول لك انه انت جد حساس حاليا لطاقات يعني خارجية. كن صريح مع نفسك بما تحس، يعني كأنه انت بهذا الشهر حساس زيادة، وحسس لكل الأشياء اللي عم تحيط فيك أنت يا برج الأسد. ممكن لهيك أنتوا زعلانين أو متخاصمين مع بعض، لأنه عم شوف في مذاكرة أكتر من خصام علني، لأنه أنت حاليا حساس كتير، يعني الكلمة بتأثر فيك. حاول أنه تكون صريح مع نفسك، وأنه تكون واقع جدا، ويعني لازم الحب يغلب الطاقات السلبية، مثلا الأنفة والتكبر والأنا العالية. لا، ما لازم تكون كتير عالية، لأنه الحب دائما تعطيه أولوية. إذا أنت حاسس حالك يا برج الأسد بتتكبر شوي على هذا الشريك.